السلام عليكم. تسونامي جزئي يضرب سواحل تركيا بعد زلزال إزمير. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. تسبب الزلزال الذي ضرب مدينة إزمير التركية بقوة 6.6 درجة بحدود تسونامي جزئي ضرب السواحل التركية الغربية. وبحسب وكالة الأناضول التركية فقد تسبب الزلزال بحدود تسونامي جزئي جراء زلزال إزمير. وأشارت الوكالة إلى وقوع نحو 202 إصابة حتى الآن نتيجة الزلزال، فيما تستمر أعمال البحث عن مفقودين بعد انهيار 12 مبنى في المدينة. وتناقلت صفحات التواصل الاجتماعي مشهد فيديو تظهر دخول مياه البحر إلى الأبنية السكنية والطرقات. ونقلت الوكالة عن إدارة الكوارث في البلاد ارتفاع عدد القتلى إلى 6 حالات، فيما يجري البحث تحت الأنقاض عن ناجين، خصوصا بعد تلقي بلاغات عن انهيار نحو 20 مبنى في الولاية الواقعة غربي البلاد. ووقع الزلزال على بعد 17 كيلومتر من سواحل مدينة سفري حصار التابعة لولاية إزمير، وعلى عمق 16 كيلومترا تحت سطح الأرض. وأرسلت إدارة الكوارث التركية بشكل عاجل مساعدات طارئة لاستخدامها في الأنشطة التي تنفذ في المنطقة، حيث توجهت على الفور 3 شاحنات تنسيق من الولايات المجاورة لإزمير. في الأخير، إذا كنت من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسى الاشتراك لتتوصل بالجديد، وشكرا.